كما أشار رئيس الوزراء إلى وضع الدولة رؤية لبدء مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري تستند على دعم دور القطاع الخاص. وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الدولة وضعت العديد من القوانين التي تهدف لبناء قاعدة تشريعية تنظم عمل القطاع الخاص وتسانده. الحقيقة إحنا كحكومة كنا واضعين رؤية إن مع اكتمال أعمال البنية الأساسية والمشروعات القومية إن نبدأ مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري بإعادة دور القطاع الخاص بحيث يكون هو المحرك الأساسي في كل المشروعات التنموية، لأن إحنا من وجهة نظرنا كدولة نجحنا في إن إحنا نعمل البنية الأساسية اللازمة، ولكن أيضاً عملنا بيئة تشريعية كانت مطلوبة في هذه الفترة أيضاً لتشجيع أو تحسين مناخ الاستثمار والعمل. الحقيقة كان اتعمل مجموعة من التشريعات المهمة جداً، ويمكن أذكر على سبيل المثال تعديلات قانون الاستثمار، قانون المناطق الاقتصادية اللي بيعطي مرونة كبيرة لإنشاء هيئات اقتصادية في مناطق بعينها وتقدر إنها تحصل لها تنمية، قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قانون حماية المنافسة والمنع الاحتكار، قوانين كثيرة الحقيقة اتعملت هدفها إنها يعني تمهد الطريق أيضا من الناحية التشريعية لحركة أكبر للقطاع الخاص في خلال المرحلة القادمة.